8 ظهرا بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت غرينتش، موعد فترة إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة النيل الأخبار. تحية لكم، مرحبا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة لأعمال التطوير والتحديث بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبري القبة. يذكر أن الرئيس السيسي قد افتتح في عام 2014 المرحلة الثالثة لأعمال التطوير والتحديث بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبري القبة، التي ضمت إنشاء مستشفى جديدة لأمراض الكلى وتطوير مستشفى الجراحة وإقامة عدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمية وأعمال التطوير بعدد من الأقسام التخصصية بالمجمع التي تساهم في تطوير مستويات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى. يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروع قرار مصري يدعو إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أفاد دبلوماسيون يوم الأربعاء. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت في عام 2011 حق الفيتو لمنع إقرار مشروع قرار مماثل. عقد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا وزاريا مساء الأربعاء لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب موقف أرصدة السلع الأساسية. خلال هذا الاجتماع عرض وزير التموين تقريرا حول موقف السلع الأساسية، وأكد أن الزيوت تكفي حتى يونيو من عام 2017، موضحا أنه جاري شحن 75 ألف طن أرز من الهند، وأشار إلى أن الدواجن المستوردة والمحلية تكفي لمدة 10 أشهر، وأن اللحوم المجمدة تكفي لمدة 5 أشهر، فيما تكفي اللحوم الحية حتى نهاية يونيو القادم. وفيما يتعلق بالسكر، أكد الوزير أن الموانئ المصرية استقبلت 7 سفن تحمل 239 ألف طن. وقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة $1 مليار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. كانت نصر قد أشارت في تصريحات لها إلى أن القرض سيوجه إلى مساندة برامج الحماية الاجتماعية، حيث فئات المجتمع التي تعاني، لافتة إلى أن البرنامج الإصلاحي يشمل الوجبات المدرسية، التدريب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. تعقد اليوم جلسة استماع بين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وشباب ورؤساء الأحزاب، وذلك لاستكمال مناقشة بنود مشروع قانون الإدارة المحلية لضمان خروج قانون بشكل توافقي. يذكر أن هناك نقاط خلاف حول مشروع القانون، أبرزها الاختصاصات المتعلقة بالمجالس المحلية ونظام الانتخاب وأدوات الرقابة للمجالس المحلية على المحافظين. يلتقي اليوم وزير الخارجية سامح شكري كل من وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري ووزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافي، كما يلتقي أيضا وزير الخارجية رؤساء اللجان الخارجية والعربية والدفاع والأمن القومي والإفريقية وحقوق الإنسان بمجلس النواب. نتحول إلى الملف السوري، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وهي خطوة أولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء. وتم تمرير مشروع القرار بأغلبية 105 أصوات مقابل 15 دولة صوتت ضده، وامتنعت 52 دولة عن التصويت. بعد فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار يحقن دماء السوريين ويوقف النزاع الدائر منذ ما يقرب من 6 سنوات، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل مجموعة عمل مهمتها جمع أدلة حول جرائم حرب هناك، فيما يعد الخطوة الأولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن ذلك أمام القضاء الدولي. الجمعية العامة أجازت النص بأغلبية 105 أصوات مقابل 15
10 دولة صوتت ضده و52 امتنعت عن التصويت. وسيعمل فريق العمل بتنسيق وثيق مع لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة في 2011 قامت بإعداد عشرات من التقارير المفصلة عن انتهاكات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي أوقع أكثر من 310,000 قتيل. ويمهل القرار الأمين العام للأمم المتحدة 20 يوما لتقديم تقرير حول تشكيل هذه الهيئة الجديدة التي ستمولها الأمم المتحدة وتقوم على آلية دولية حيادية ومستقلة للمساعدة في التحقيقات وجمع أدلة وملاحقة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة في سوريا. السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري حمل بعنف على القرار معتبرا أنه مخالف لميثاق الأمم المتحدة ويشكل تدخلا فاضحا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة. أما الصين فقد صوتت ضد القرار مع كل من روسيا وإيران، حيث اعتبر السفير الصيني أن القرار يتعارض مع السيادة السورية. أي تحرك يتم اتخاذه بمعرفة المجتمع الدولي يجب أن يحترم سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، كما يجب أن يلعب دورا إيجابيا وبناء في تعزيز الحل السياسي للأزمة السورية. من جانبها رحبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بتبني القرار واعتبروه بمثابة تمهيد لمحاسبة مرتكب الجرائم بعد سنوات من الانتهاكات التي لم يتم التحقق منها. تتواصل اليوم آخر مراحل عملية إجلاء السكان المحاصرين من آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة حلب. من جهة أخرى يستعد الجيش السوري للإعلان عن استعادة السيطرة الكاملة على مدينة حلب بعد انتهاء عملية الإجلاء. كانت 20 حافلة قد خرجت من شرق حلب وعلى متنها أعداد من المسلحين وعائلاتهم في طريقها إلى منطقة الراشدين الواقعة تحت سيطرة الفصائل غرب حلب، وذلك بالتزامن مع وصول حلب أو وصول حافلات تقل سكانا إلى حلب من بلدتي الفوعة وكفاريا المحاصرتين من قبل الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب. أظهرت نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة اليوم أن غارة جوية مجهولة كانت وراء الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية في محافظة حلب السورية في شهر سبتمبر الماضي. ولجنة التحقيق قالت إن القافلة تعرضت لهجوم جوي استخدمت فيه أنواع عدة من الذخائر أطلقتها أكثر من طائرة من أكثر من نوع. وأكدت اللجنة أنها وإذ تمكنت من تأكيد أن ما جرى ناجم عن هجوم جوي إلا أنه تعذر تحديد الجهة أو الجهات التي نفذته، وبذلك ينفي محققو الأمم المتحدة ما أكدته في حينه روسيا من أن القافلة تعرضت لقصف بري من منطقة كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة وليس لغارة جوية. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيطرة الكاملة للقوات التركية وفصائل المعارضة السورية على مدينة الباب شمالي سوريا، مشيرا إلى أن الخط الفاصل بين مدينة حلب والباب صار تحت السيطرة الكاملة. وكان 14 جنديا تركيا لقوا مصرعهم أمس وأصيب 33 آخرون في المعارك مع مسلحي تنظيم داعش في مدينة الباب، بينما سقط 138 قتيلا من مسلحي التنظيم في اشتباكات حول المدينة وفق ما أعلنه الجيش التركي. عززت السلطات التركية إجراءاتها الأمنية خاصة في مناطق السفارات والقنصليات، ولذلك في أعقاب حادث اغتيال السفير الروسي أندري كارلوف. ويأتي ذلك فيما نفي الداعية عبد الله جولن الاتهامات التي وجهت له من قبل الرئيس التركي بشأن تورطه في اغتيال السفير، معربا عن حزنه وصدمته من هذا الحادث. تدابير أمنية وإجراءات مشددة اتخذتها السلطات التركية في أعقاب حادث اغتيال السفير الروسي أندري كارلوف في أنقرة. عناصر الشرطة وقوات الأمن عززت من تواجدها في مناطق السفارات والقنصليات بالإضافة إلى الأماكن الحيوية في البلاد، بينما واصلت جهات التحقيق عملها بمشاركة الخبراء الروس للوقوف على منفذي الهجوم. وقبل انتهاء التحقيقات أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود شاويش أوغلو إن قاتل السفير التركي هو عضو في شبكة الداعية فتح الله جولن
بينما اعتبر الكريملين أنه من السابق لأوانه تحديد المسؤوليات. من جانبه نفى جولين دلوعه في هذا الاعتداء معربا عن صدمته وحزنه لاغتيال السفير الروسي. قاتل كان قاتل. منح هذه المهمة لهذا الشخص ومنحه تكليفا بالعمل كحارس مسلح إما أن تكون حالة من عدم الكفاءة أو أن ذلك تم عن قصد، فلندعه يقوم بالأمر وبعد ذلك يمكننا أن نلقي باللائمة على شخص آخر. دعونا نلقي باللائمة على حركة الخدمة ونشوه سمعتهم مرة أخرى كما فعلنا في واقعة الفساد في ديسمبر عام 2013 وكما فعلنا في محاولة التمرد التي وقعت في يوليو الماضي. أما الاحتمال الأكثر خطورة وكما أشرت من قبل هو أنهم سوف يقدمون على عمليات اغتيال أخرى. ومنذ محاولة التمرد الفاشلة في يوليو الماضي تطالب أنقرة باستمرار واشنطن بتسليمها المعارض فتح الله جولين المقيم في الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينيات في ملف يشكل مصدر توتر بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أنقرة مراسل النيل أحمد عمر. أحمد عمر، انقل لنا الوضع بشكل مفصل لديك بعد أن عززت السلطات التركية من إجراءاتها الأمنية بشكل خاص في مناطق السفارات والقنصليات وذلك في أعقاب حادث اغتيال السفير الروسي. هذا صحيح فعلا، السلطات التركية اليوم تقوم بتعزيز كبير جدا ليس فقط للسفارة الروسية أو السفارات الكبرى وإنما لكافة البعثات الدبلوماسية لديها. بالنسبة لموضوع اتهام الحكومة التركية والمسؤولين الأتراك لمنظمة فتح الله جولان بعملية اغتيال السفير الروسي، لاحظنا في ليلة الاغتيال أن المسؤولين الأتراك ترددوا كثيرا في التصريحات الأولى من عملية اتهام منظمة خدمة بعملية الاغتيال، ولكن بعد حوالي 24 ساعة أو أقل بقليل خرج مولود تشاوشوغلو من روسيا وزير الخارجية التركي وقال أن المسؤول عن هذه العملية هو منظمة فتح الله جولان واتهمها بشكل رسمي. بهذا الاتهام هنا في تركيا تولدت أسئلة شديدة الحرج، يعني تتولد أسئلة يومية بخصوص هذا الاتهام، أولها أن القاتل تم تعيينه. عن ردود الأفعال عمر المختلفة الآن عقب نفي داعية عبدالله جولن للاتهامات الأخيرة اللي وجهت إليه من قبل الرئيس التركي. هذا صحيح. يعني الاتهامات التي تم توجيهها إلى منظمة فتح الله جولان استوجبت أخذ الرأي الروسي بكل صراحة حسب ما يقول هنا المحللين السياسيين، لأن روسيا يعني هي المتعرضة لعملية الضربة بهذا الاغتيال، لذلك تم أخذ الرأي الروسي وبعدها تم توجيه الاتهام لمنظمة فتح الله جولان. طبعا هذا الاتهام طرح سؤالين مهمين جدا. السؤال الأول هو أن القاتل الذي قتل السفير الروسي تم تعيينه قبل سنتين في سلك الشرطة، وقبل سنتين كانت تركيا في أوج تنظيفها لسلك الشرطة بشكل خاص عندما طرح أو بدأ رجب طيب أردوغان هذه العملية بعملية تنظيف سلك الشرطة. والسؤال الثاني هو منذ 5 أشهر والسلطات التركية تقوم بحملة اعتقالات واسعة جدا لا تستهدف فقط منظمة فتح الله جولان وإنما تستهدف كل المعارضين تقريبا، إلى أين يعني كيف لم يتم اعتقال هذا الشرطي أو هذا عنصر الأمن هذا، كيف تم الإبقاء عليه، كيف تم إبقاؤه في سلك الشرطة أو كيف تمت المحافظة عليه؟ إذن الموضوع هنا لدينا طبعا اختراق أمني كبير جدا، بالإضافة لوجود طبعا تعليقات وأخبار كثيرة أنباء كثيرة عن تبني طبعا فتح الشام في سوريا أو جبهة النصرة سابقا التنظيم القاعدي المعروف لعملية الاغتيال. هذه الأخبار وهذه الأنباء لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن، ولكن السلطات التركية منقسمة ما بين فتح الله جولان وما بين جبهة النصرة. أشكر جزيلا شكرا مراسل النيل من أنقرة عمر أحمد، شكرا جزيلا لك.
ارتفعت أعداد النازحين من نينوى والحويجة جنوب غربي كركوك إلى 125 ألف عراقي منذ بدء عمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، والتي انطلقت في 17 من أكتوبر الماضي. يأتي ذلك فيما تواجه المستشفيات في شمال العراق صعوبات مع دخول العملية واسعة النطاق التي تقوم بها الحكومة لاستعادة مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة المتشددين شهرها الثالث. على وقع العمليات العسكرية لتحرير الموصل تواجه المستشفيات في شمال البلاد المزيد من الصعب بعد دخول المعارك الشهر الثالث. هنا في مستشفى طوارئ غرب أربيل يصل نحو 100 جريح من المدنيين والجنود بشكل يومي لتلقي العلاج. تقبل حالات من المدنيين والجيش العراقي والبيشمركة، أكثر شيء الحالات المدنيين تقريبا 100 حالة باليوم، ونعاني عدة مشاكل طبعا لأنه يجون بدون ما عندهم أقارب أطفال وحدهم، فيعني صعوبة يعني شلون نتفاهم وياهم، يبكون بعض المرات إنه مثلا نحتاج دواء من برا المستشفى ما متوفر داخل المستشفى، فيعني ما حد يقدر يروح يعني يشتري من برا. منظمة هيومان رايتس ووتش قالت إن المدنيين في الموصل محاصرون بين مرمى نيران جميع الأطراف، وتحدث الوفيات نتيجة قذائف الهاون التي يطلقها تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن استخدام التنظيم للسيارات الملغمة، ومن جهة أخرى الغارات الجوية للقوات العراقية والتحالف الدولي. لكن نسعى في حي النور، قاعدين بحي الإعلام، صار هجوم من قبل داعش على قوات التحالف، فطلعت المنطقة كلها برا، يعني طلعت من البيت نزمة بالشارع، هاونات تقع قذائف هاون، وقعت قذيفة وانجرحت أنا هنا بوجهي، وأخو انجرح أيضا في رجله وهم فكه، سووا له عملية هنا، عمي هم انجرح في فكه سووا له عملية. وفي الأسابيع الأخيرة تباطأ تقدم القوات العراقية التي شارفت على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وبدأت المعارك في مرحلة جديدة أشبه للاستنزاف للقوات العراقية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال مواجهات اندلعت في منطقتي مخيم قلنديا وقرية كفر عقب في شمال القدس المحتلة، وكانت الاشتباكات اندلعت عندما توجهت القوات الإسرائيلية إلى حي كفر القريب من مدينة رام الله لهدم منزل الفلسطيني صباح أبو صبيح الذي استشهد برصاص الاحتلال بعد تنفيذه هجوما ضد إسرائيليين في أكتوبر الماضي. اقتحم 17 مستوطنا و57 طالبا من معاهد تلمودية المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاص، وقد نفذت مجموعات من المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية جولات استفزازية في المسجد، وتصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية. عقدت حكومة الوفاق الوطني اللبنانية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أولى جلساتها في قصر بعبدة برئاسة الرئيس العماد ميشيل عون. خلال هذه الجلسة تم تشكيل لجنة من الوزراء لصياغة البيان الوزاري من أجل نيل الثقة في مجلس النواب لممارسة مهامها. في قصر بعبدة وبرئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، عقدت حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أولى جلساتها، وخلال الجلسة تم تشكيل لجنة من الوزراء لصياغة البيان الوزاري، ويتوجب على الحكومة الجديدة بموجب الدستور تقديم بيانها الوزاري الذي يتضمن رؤيتها السياسية وخططها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية أمام مجلس النواب خلال مهلة 30 يوما لنيل الثقة من أجل المباشرة بممارسة مهامها. وزير الإعلام ملحم رياشي أوضح أن عون أكد أن مهام حكومة الوفاق الوطني الجديدة هي إجراء انتخابات نيابية وصياغة قانون انتخابي جديد والحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد وإقرار الموازنة ومكافحة الفساد وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين. رحب فخامة الرئيس بدولة الرئيس والوزراء متمنيا لهم التوفيق مجتمعين ومنفردين في مهامهم. كذلك تمنى فخامة الرئيس لجميع اللبنانيين أعيادا سعيدة وآمنة. كان الرئيس اللبناني قد أصدر الأحد الماضي مرسوما بتشكيل الحكومة الأولى في عهده برئاسة الحريري والمؤلفة من 30 وزيرا يمثلون أبرز القوى السياسية اللبنانية.
بانوراما نيل زالت تتواصل معكم مشاهدينا، وفيها بعد أنباء الاقتصاد. مقتل 8 أشخاص في هجوم شنه مسلحون على منزل نائب برلماني بأفغانستان، وطالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم. الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الرابعة لتطوير المجمع الطبي بكوبري القبة. وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من قرض البنك الدولي. تواصل آخر مراحل عملية إجلاء مدنيين ومسلحين من شرق حلب، والجمعية العامة للأمم المتحدة تقر تشكيل فريق عمل حول جرائم حرب في سوريا. والآن مشاهدينا نتحول إلى أهم أخبار المال والأعمال وأهم أخبار الاقتصاد في هذه النشرة. أخبار الاقتصاد يقدمها لنا حسام الدين عاطف، إليك حسام. شكرا لك نبيل وشكرا لك ريهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها. البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها القوية، والمؤشر الرئيسي يقفز ب 1.15% مقتربا من مستوى 12370 نقطة. أهلا بكم من جديد. واصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها القوية خلال تعاملات ختام تداولات الأسبوع وسط إقبال صناديق الاستثمار الأجنبية على الشراء، وبهذا قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية AGX30 بنسبة 1.15% مقتربا من مستوى 12370 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة AGX70 بنسبة 22%، تلاهم مؤشر AGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 67%. على صعيد آخر، وصل الدولار تراجعه في البنوك الأربعة الكبرى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي في بداية التعاملات، حيث فقد ما بين 10 قروش و20 قرشا للشراء والبيع، وذلك تبعا لسياسة العرض والطلب بالإضافة لقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي. هذا وبلغ سعر الدولار للبيع في بنوك 18.90 جنيها مقارنة بسعر إقفال أمس ما بين 19 جنيها و19.05 قروش. وأما في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار للبيع 18.75 جنيها مقارنة بأسعار أمس 18.95 جنيها بفارق 20 قرشا. ما زلنا مع أخبارنا المحلية، حيث أعلن وزير النقل الدكتور جلال السعيد أن المشروعات المشتركة المصرية الصينية في مجال النقل وصلت إلى مراحلها النهائية في المفاوضات، مشيرا في ذلك إلى مفاوضات التعاون بين ميناء الإسكندرية والشركة الصينية للموانئ تشاينا هاربر لإنشاء محطة متعددة الأغراض. وأوضح السعيد عقب لقاء السفير الصيني أن المحطة ستقام على مساحة 500,000 متر مربع بطول 1800 متر وعمق 16 مترا، وبتكلفة تبلغ 800 مليون دولار من خلال قرض ميسر من بنك الصادرات الصيني، مشيرا إلى أن هذه المحطة ستكون هي الأولى التي يتم تنفيذها وتظل مملوكة لهيئة الموانئ، على أن تتم إدارتها بعد انتهاء تنفيذها من خلال شركة إدارة من المقرر تأسيسها بالشراكة مع الشركة الصينية.
أعلن وزير الصناعة المهندس طارق قبيل الموافقة على حزمة حوافز جديدة لدفع نقل صناعة الجلود إلى مدينة الروبيكي للجلود. تتضمن الحوافز دعما فنيا وعينيا بالإضافة إلى برامج ائتمانية مع البنوك وإتاحة مساحات إضافية للمصانع، وذلك بهدف دفع الاستثمار الفعلي في أول مدينة متكاملة للجلود في مصر. جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي وبنك مصر في مجال تمويل مدابغ مدينة الروبيكي لتوفير احتياجاتها اللوجستية. نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر في إبرام اتفاق عمل جماعي تسري لثلاث سنوات تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 405 عمال في الأربع. وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الاتفاقية نصت على أنه إذا حققت الشركة أي أرباح عن الأعوام المالية 2016 17 و18 تقوم بتوزيع الحصة المقررة للعاملين من هذه الأرباح على جميع العاملين طبقا لأحكام القانون وبالتساوي بينهم. وإذا لم تحقق الشركة أرباحا عن الأعوام المذكورة تلتزم الشركة بمنح عمال المصانع فقط دون الإداريين والمهندسين مبلغ 2000 جنيه كمبلغ تعويضي على أن يستقطع من هذا المبلغ الضرائب المقررة قانونا. افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الاجتماع الوزاري 97 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك في القاهرة بهدف تبادل الرؤى وبحث مختلف القضايا البترولية. ويركز الاجتماع على بحث الآفاق المستقبلية لمزيج الطاقة المختلفة بالإضافة إلى إنتاج الوقود الأنظف في الدول الأعضاء بأوابك، كما يناقش الاجتماع مشاركة الأوابك في القمة العالمية للغاز. ننتقل إلى فرنسا، حيث دفع رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف عن التدابير الاجتماعية التي أعلنها نظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس بشأن المعاشات الصغيرة ونظام الضرائب في الجزر التي تستقبل مهاجرين. وكانت سيبراس قد أعلن عن تقديم منحة نهاية عام للمعاشات الصغيرة وكذلك إرجاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 2018 لتلك الجزر، مما أثار السياسة ألمانيا ودفع مجموعة اليورو إلى تعليق الإجراءات التي قررتها في 5 ديسمبر الأطراف الدائنة لليونان لخفض جزء بسيط من الدين العام اليوناني. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انهينا وقفتنا الاقتصاديه وعوده جديده الى اخبار السياسه مع نرمين ورهام، تفضل. شكرا لك حسام. قتل 8 أشخاص جراء اقتحام مجموعه من المسلحين لمنزل نائب برلماني في العاصمه الافغانيه كابول بحسب الشرطه الافغانيه. اعلنت حركه طالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم واوضحت انها كانت تستهدف اجتماعا لعدد من المسؤولين العسكريين. من جانبه ادان الرئيس الافغاني اشرف غاني هذا الهجوم الذي اسفر عن اصابه عضو البرلمان. عقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم أول جلسة استماع في قضية إقالة ضد الرئيس بارك يون هاي، وقررت المحكمة السماح بإدخال وثائق الادعاء ورفضت اعتراض فريق دفاعها في الوقت الذي تمتلك فيه المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما للموافقة أو رفض تصويت الجمعية الوطنية على عزل الرئيسة التي يتهمها النواب بانتهاك الدستور وارتكاب جرائم جنائية وفساد واستغلال للسلطة. يشار إلى أنه في حال تأكيد القضاء لإقالة الرئيسة فسيتعين تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. مشاهدينا الكرام، نشرتنا تتواصل وفيها بعد هذا الفاصل. أحد الموسيقيين في بيرو يبتكر جهازا يمكن الأطفال الذين يعانون الصمم من الاستمتاع باحتفالات عيد الميلاد.
وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى محطتنا الرياضية في بانوراما النيل. أهم أنباء الرياضة مع الزميلة حنان عاطف. تفضلي حنان.